حياك الله يا سلطان. الله يبقيك. منور الدنيا في تفاصيلك. الله ينور يبقى. الإعلام متجدد وخصوصا الشاشة. أكيد. شخص الآن وضع الشاشة على الواقع ورأى سلطان. من هو سلطان؟ سلطان الحميلي، مذيع تلفزيوني، له تجارب إعلامية على مستوى تقديم الحفلات، مهرجانات، له العديد من المشاركات في القنوات التلفزيونية، تنوع في البدايات من برنامج إخباري إلى برنامج حواري إلى برامج على وسائل التواصل الاجتماعي. كانت نقطة التحول تقريبا في مجال الإعلام دخولي لمهرجان الملك عبدالعزيز الإبل، من معلق إلى مذيع جمهور ومعلق إلى مذيع التلفزيون أو الاستديو الرسمي في المهرجان. اليوم متسابق في برنامج سكريبت، تجربة جديدة في برامج الواقع. الناس تبدأ في صعود وتوصل إلى خطوة ثم تخطو اللي بعدها. صح. أنت عكست الآية. سلطان اليوم متسابق، ليش رضيت على نفسك هذا الهوان؟ ما هو هوان يا أبو سعد، قد ما هي تجربة تأكد فيها إثراء الشخص، تأكد فيها مكسب جماهيري. أنا دائما أقول التنوع مكسب جماهيري. نعم، أعترف بالشيء هذا. سلطان قدم شيء بسيط وعنده شيء يطمح له أكبر. الشهرة؟ ما هو على مستوى الشهرة، الشهرة يعني شيء مطلوب. طيب. لكن الشيء اللي بيقدمه يحتاج أنه يظهر على منصة كبيرة وفيها جمهور. وش يقدم سلطان؟ سلطان يقدم محتويات، بعض الأحيان أتكلم لك على حساباته الخاصة. نعم. أنا عندي فكرة برامج تقريبا في الفترة الجاية، لكن البرامج هذه لازم يكون لها صدى جماهيري. أنا 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 لغة الأنا عالية عند سلطان، لأني أنا أتكلم عن سلطان. أنا بقول إنها مؤذية للسمع أو للمتلقي؟ ما هي مؤذية بحد ما هي توضيح للمستمع. أنا اليوم دخلت متسابق في برنامج سكريبت لأنها تجربة إعلامية جديدة، فيها احتكاك إعلامي، فيها تعامل مع الكاميرا، في أهداف أظهرتها وتكلمت عنها، وفي أهداف احتفظ بها لنفسي. واحد من الأهداف أني يعني أكون قاعدة جماهيرية. وين بتبحر بهالقاعدة؟ تشوفون إن شاء الله بعد البرنامج. لا علمنا، هو مش سر في النهاية، إذا كنت واثق الخطوة. طيب. وتريد أن تمشي ملكا لابد أن تبلغني الآن، هالقاعدة وين بتبحر بها؟ في بحر إن شاء الله يفيدني ويفيد المشاهد والمتابع لسلطان أو غير سلطان. والله بحر كبير. شوف يا أبو سعد، أنا بقولك شيء، بعض الأمور ما ودي أتكلم عنها لأني ما تحمل ما نفسك فوق طاقتها، ما أكملت رسمتها. هل بدأت الرسمة أصلا؟ إيه بديت. وين وصلت في الملامح؟ اتضح شيء ولا ماسك الريشة؟ اتضح شيء وتوهم الناس. اتضح شيء كبير وبكتمل إن شاء الله على نهاية البرنامج بإذن الله متنامين. إنجاز فوزك المركز الأول، هل تعتقد أن هذه الرسمة اللي أنت قاعد ترسمها؟ ما هو شرط المركز، بقى على نهاية البرنامج 9 أيام. طمني بعد البرنامج. أنا بقولك شيء، ترى المركز الأول تأكد أنه قسمه نصيب من الله. ما حصل عليه سلطان؟ ما حصل عليه، حصل على طاحت الرسمة ورمت. لا 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 لا، المستحيل. سلطان إذا ظهر من هنا بالأثر الطيب والشيء اللي قدمه ومعرفة الأشخاص اللي مثلك والاحتكاك الإعلامي اللي هنا والصبر على الأيام وعلى المجال الإعلامي، أنا أشوف أن برامج الواقع مناعة إعلامية للشخص. إيش الشيء اللي صبر عليه سلطان إلى درجة أنه صار يطرح الآن ولا بد؟ يعني ما وضح لي إيش أهدافه.